كل مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما دايما منورينا ومشرفينا في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. يعني عمالين نطلع من حديث لحديث، كلمه لكلمه، ماتش الماتش، الله يكون في عونكم. انا عارف قد ايه الموضوع صعب، والموضوع المباريات قريبه من بعض قوي، كل شويه بنحبس انفاسنا، وربنا الحمد لله بيكرمنا في الاخر. مباراه الاهلي والوداد ولا حديث يعلو فوق هذه المباراه. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يفرحنا كالعاده، ولو ان يعني انا يعني حاسس كده ان احنا يعني في سنه كده عايزين نركز يا رجاله، وعايزين نلتزم جدا 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 زي ما كنا ملتزمين. مباراه ليست سهله على الاطلاق، ما خدناش لسه كاس افريقيا، ان شاء الله هناخده ان شاء الله ان شاء الله بنهايه المباراه العوده، ان شاء الله تكون في المغرب. الماتش مش سهل، مش سهل خالص، ولسه زي ما قلت لكم ما خدناش الكاس، عايزين نركز وعايزين نحشد كل قوانا من اجل هذه الكاس الغاليه اللي بيننا وبينها، خلاص درجتين بالظبط ونصعد على السلم او نصعد على قمه سلم افريقيا ان شاء الله زي ما الاهلي معودنا. معايا اخبار كتير ابرزها مشجعين النادي الاهلي، الامن يحدد 50,000 مشجع. احنا قلنا عايزين نزود يا جماعه يعني المشجعين شويه، يعني بعد اذنكم بجد والله الموضوع الناس بتضرب يعني قمة الالتزام وكل حاجة بصراحة ملتزمين بيها، فخمسين ألف متفرج ليه يعني ما نملى الاستاد، يعني حاجة جميلة جدا، وظهرنا بمظهر حضاري يعني زي ما الإعداد بيقول، والدنيا جميلة جدا يعني، والناس ملتزمة وفي منتهى الالتزام ومنتهى الانضباط والتشجيع. ست أهداف ما جوش من فراغ، خلي بالكم، ست أهداف كان وراهم حشد جمهور كبير جدا، حشد معنوي من الجماهير، وقلنا وبنقول إن في حاجة ما بيطلعهاش غير الجماهير، فلو سمحتوا يعني املوا الاستاد، يعني ايه المشكله يا جماعه؟ يعني ما الدنيا كويسه ان شاء الله تبقى كويسه، وان شاء الله الجماهير يعني زودوا العدد شويه. 50,000 انا شايف ان هو قليل على مباراه نهائيه، شايف ان هو قليل على مباراه هتعلينا قوي كاسم مصر كمان، يعني هتعلينا قوي وهترجع ان شاء الله الكاس افريقيا لمصر، يعني بنلعب باسم مصر، واعتقد ان الامن ان شاء الله يكون متفاهم هذه المساله. و50,000 لا بصراحه قليل على مباراه نهائيه، يعني ماتش المنتخب كنا فاتحين الدنيا يعني، فايه مفيش فرق خالص، احنا بنلعب دلوقتي كانه منتخب مصر وبتلعب في نهائي افريقيا. فبعد اذنكم يعني نراجع موضوع ال 50,000 دوت، يعني نزودوا الموضوع شويه، عايزين نشوف الاستاد مليان على اخره، عايزين نشوف الجمهور ده وبرعب الفرق الثانيه. يعني ما احنا قلنا ست اهداف ما كانتش جايه من فراغ، ست اهداف جايه من المنظر اللي فريق النجم الساحلي شافه، ما كانش مركز من اول ثانيه من المنظر، وتشجيعنا غير تشجيع اي بلد تانية، غير تشجيع اي جمهور تاني. جماهير الاهلي او جماهير مصر عموما تشجيعها مختلف تماما، خصوصا بقى لما يكون في الاهلي وعنصريه الاهلي في تشجيعه بصراحه. فلو سمحتوا زودوا العدد، يعني 50,000 قليل قوي بصراحه. يعني الخبر بيقول ان الامن يحدد 50,000 مشجع في مباراه الاهلي والوداد المغربي بنهائي افريقيا. عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الامني الخاص بمباراه الاهلي والوداد المغربي، والمقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري افريقيا أو دوري أبطال أفريقيا، بحضور عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم والقيادات الأمنية والعسكرية بالإسكندرية. وشهد الاجتماع تأكيد الأمن على حضور 50,000 مشجع في مباراة بواقع 35,000 تذكرة و15,000 دعوة للنادي الأهلي، مع تخصيص مدرج الدرجة الثالثة يمين لجمهور الوداد المغربي. شايفين منظر حاجة تفرح يعني حاجة تفرح، وبصراحة كل الحاجات اللي احنا حذرنا منها الناس يعني متلاشاها تماما، وناس زملكاويه في وسط الاهلي، وحاجه حلوه يعني، الناس فرحانه والناس مبسوطه، فزودوا العدد يعني فرصه بجد ان احنا نرجع جماهيرنا بمنتهى الالتزام بتاعهم اللي احنا شايفينه، وهم زي ما قلت قبل كده هم بيفرضوا علينا ان احنا نرجعهم بادابهم باحترامهم بتشجيعهم المثالي بالصوره الحضاريه اللي احنا شفناها في الماتشات اللي فاتت، دربتوا الموضوع فدرجوه كمان. يعني احنا كنا قبل النهائي 50,000، في النهائي 50,000 برضو، يعني لو سمحتوا فكروا في الموضوع ده. كان خبر الامن وخبر الجماهير، ان شاء الله يبقى اكتر من 50,000 واكتر من 60,000، ايه المانع ان هم يبقوا 100,000؟ ايه المانع ان احنا نملى الاستاد طالما في التزام وفي رقابه؟ مفيش مانع خالص. حسام عاشور خلاص، حسام بره مباراه الذهاب امام الوداد. الدكتور خالد محمود قال ان حسام عاشور سيغيب عن مباراه الذهاب امام الوداد المغربي يوم السبت المقبل ان شاء الله في نهائي ابطال افريقيا. واوضح الدكتور خالد محمود ان الفحص الطبي على اللاعب كشف عن اصابته بتمزق في العضله الضمه، مما يجعل اللاعب يغيب عن مباراه الوداد
ويسعى الجهاز لتجهيز عاشور لمباراة العودة بالدار البيضاء إن شاء الله. دي قدامكم الإصابة بتاعت حسام عاشور. أنا قلت لكم من ساعتها الموضوع مش سهل زي ما الناس اعتقدت، وكان باين على وش الكابتن حسام عاشور ما بيقعش غير لما إيه يعني خلاص بيقع في الشديدة قوي خلاص. كمان معلش بقى، هي أخبار بقى بتضايقكم بس معلش بتضايقنا كلنا. كمان صالح جمعة بيغيب عن مران اليوم، وأشاع على تحديد موقفه من واجهة الوداد، 95% صالح بره مباراة الذهاب للأسف. غاب صالح جمعة صانع ألعاب نادي الأهلي عن مران الفريق الجماعي مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لملاقات الوداد المغربي في الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا. وخاض صالح جمعة تدريبات تأهلية داخل صالة الألعاب البدنية بالنادي الأهلي دون أن يشارك في المران الجماعي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية غدا الأربعاء من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في النهائي الأفريقي. صالح تعرض للإصابة حاجات بصراحة إصابات يعني، بس الحمد لله الحمد لله طالما الموضوع ماشي. معلش يعني كنا خايفين من حسام عاشور وغيابه ورامي ربيعة وهيبدأ إزاي وهنسلم ونستلم والدنيا، رامي ربيعة عمل مباراة ولا أروع من كده. صالح جمعة طلع حطينا إيدينا على قلبنا ما حسيناش يعني، بصراحة الحمد لله كل حاجة ماشية زي ما احنا عايزين وأكتر بكرم ربنا وبدعواتكم. عايز أجيب لكم الأخبار الأول الخاصة بالأهلي وبعد كده نطلع على أخبار الأخرى. طيب برضو خبر المدير الفني المغربي رونر، يعني هيرفي رونر سعيد بثلاثية أزارو. ما انت عارف ان وليد أزارو اصلا يعني، ما احنا عارفين ان وليد أزارو مهاجم كويس جدا، لازم يعني مش لازم يعني ان هو يبقى ايه يعني نقول لازم يجيب اهداف علشان ابقى سعيد بيه، لكن هو كلنا او كل الناس اللي بتفهم كرة كانوا عارفين وليد أزارو هيجيب اهداف وهيجيب اهداف كتير كمان. قال ابدا لم يكن خروج وليد أزارو من لائحة الفريق الوطني في مباراته الاخيرة امام الجابون وكوريا الجنوبية انه بات خارج حسابات المدرب، فالرجل حريص على ان يبقى الى جانبه في كل العيارات الهجومية التي تساعد فريقه على رفع درجات الفعالية الهجومية. ماشي. واستقبل هيرفي المدير الفني للمنتخب المغربي الثلاثية الرائعة لوليد أزارو في مرمى النجم الساحلي بسعادة كبيرة، خاصة وأنها تأتي في توقيت جيد بالنسبة للاعب نفسه والذي كان يحتاج لجرعات ثقة تقوي وضعه داخل ناديه الجديد وبالنسبة للفريق الوطني الذي يقف على أعتاب مباراة مصيرية. احنا واثقين فيه على فكرة، انت بقى مش واثق فيه دي مشكلتك انت مع المنتخب بتاعك، لكن احنا واثقين فيه جدا ومدير الفني واثق فيه جدا، عشان كده بيديله ماتش واثنين وثلاثه هو متاكد، وقال انا متاكد من قدراته الهجوميه، ودي حاجه لازم يحسها المدير الفني الكف، لازم يعرف اللعيب عنده شكله ايه واللعيب عنده هيجي ولا مش هيجي. قلنا قبل كده مستر مانويل جوزيه اللي هو اعظم من اعتلى يعني السلم التدريبي في الفريق الاول النادي الاهلي، قال ان فلافيو جاي منه، قعدنا سنه وشويه يا جماعه فين فلافيو فين فلافيو، لغايه لما قلنا والله احنا كلنا ما كناش يعني بنعرف حاجه في الكوره بقى، الراجل فلافيو كنا لما بيغيب ماتش بنقول فين فلافيو، فلافيو احسن برضو من لعب في مركز راس الحربه او من احسن من لعب في مركز راس الحربه في النادي الاهلي، عشان كده بنقول دايما المدير الفني بقى عنده حاسه غير حاسه الرجل العادي او غير حاسه المدرب العادي، دايما بيبقى متميز ان هو بيبقى على لعيب عارف ان هو كده كده هيكسبه، عشان كده بنقول لك يا كابتن هيرفي دي مشكلتك مع منتخب المغرب. منتخب المغرب له مباراه صعبه وحاسمه في تصفيات كاس العالم امام كوت ديفوار يوم 11 نوفمبر المقبل، ولا هذه الثلاثيه صدى عذره في اللائحه لمنتخب بلاده، والله دي بقى حاجه في ايد المدير الفني. عذره قدم اوراق اعتماده رسميا بهاتريك، اعتقد ان اربع لاعبين او خمس لاعبين في تاريخ النادي الاهلي هم اللي احرزوا هاتريك في البطولات الافريقيه. عايزين يا جماعه نجيب اعتقد النجم الاسطوره كابتن محمود الخطيب، اعتقد النجم الكبير محمد ابو تريكه، كمان اعتقد حسام حسن، اعتقد في حد كمان انا اسف ان انا ناسي اسمه ان شاء الله فريق الاهلي فكرني بيه، وكمان وليد أزارو معاهم، هم من احرزوا ثلاثيات او احرزوا هاتريك للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه. أنا قلت حسام حسن، قلت الكابتن محمود الخطيب الأسطورة حسام حسن النجم الكبير، قلت النجم الكبير معشوق جماهير أبو تريكة، كمان محمد بركات، محمد بركات برضو الحاوي بتاعنا محمد بركات ووليد أزارو.
رئيس النجم الساحلي يتوعد كل من كسر امام الاهلي. يعني دي مشكلتكم بقى، يعني احنا عملنا اللي علينا، واحنا قلنا يا جماعه الموضوع مش سهل وما تفرحوش قوي في مباراه الذهاب، انتوا فرحتوا اكتر من اللازم. وانا قلت لكم ان احنا عندنا سما ما بتستقبلش غير نجم واحد بس، هو نجم النادي الاهلي محجوزه. فانت بقى بتتوعد، يعني احنا طبعا بنهزر يعني، لكن طبعا كل احترام لفريق النجم الساحلي، كل احترام لرئيس النجم الساحلي، كل احترام للكره التونسيه. احنا في الاول وفي الاخر بنكسب بعض وبنخسر من بعض، لكن احنا في الاول وفي الاخر كلنا وطن عربي واحد، وان شاء الله نفضل كده. مش البطولات اللي هتزعلنا او الماتشات اللي هتزعلنا، بالعكس احنا بنقرب، احنا بنقعد بس ايه يعني ننكش بعض كده، كسبناكم انتوا كسبتونا، لكن طبعا ليكم كل الاحترام وليكم كل التقدير، واهلا وسهلا بيكم في اي وقت في بلدكم الثاني في مصر، وبلدنا برضو الثاني تونس وكل البلاد العربيه. طائرة خاصة تنقل الوداد المغربي استعدادا لملاقات الأهلي. خصص مجلس إدارة نادي الوداد المغربي طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم غدا الأربعاء إلى القاهرة من أجل مواجهة الأهلي السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. أهلا وسهلا بيكم. وجاء قرار إدارة النادي من أجل توفير الراحة اللازمة للاعبين والتركيز في المباراة المهمة أمام الأهلي. وتأهل الوداد إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة اتحاد العاصمة الجزائري في الدور نصف النهائي. أهلا وسهلا بيكم. لسه بنتكلم من شوية كلنا أشقاء، نكسب نخسر، بس إن شاء الله البطولة بتاعتنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. طيب في أخبار تاني، المنتخب بيتراجع عن خوض وديات في يناير وفبراير المقبلين. والله أنا ماسك نفسي بس ماشي. تراجع هيكتور كوبر المدير الفني المنتخب الوطني عن طلبه السابق بخوض مباراتين وديتين في يناير وفبراير المقبلين. لازم تبقى عارف احنا هنعمل ايه، هنلعب ولا مش هنلعب، مش هنلعب وبعدين نرجع نقول لا، يعني احنا رايحين كاس عالم بقى، رايحين كاس عالم. ورفض كوبر خوض وديات امام منتخبات ضعيفه في هذه الفتره. لا انا معاك، لو هي ضعيفه انا مع حضرتك جدا يعني، مفضلا اقامه مباريات الدوري وانتظامها على اعتبار ان الدوري افضل من مواجهه منتخبات دون المستوى. كلام في الجول، كلام محترم جدا ولك كل الاحترام. الدوري افضل من ان احنا نعمل نجمع المنتخب ونوقف الدوري وعشان نلعب مباراه ملهاش لازمه. لا طبعا كلام محترم جدا. يذكر ان كوبر ضم 16 محترفا لمباراتي الامارات وغانا بينهما الثنائي عمرو مرعي وعمرو ورده. عندنا العمر كتير قوي يعني. اللعيبه اللي اختارهم الجهاز الفني طبعا أسطورة حراسة المرمى الكابتن الكبير عصام الحضري من التعاون السعودي، أحمد المحمدي النجم الكبير في أستون فيلا الإنجليزي، محمد عبد الشافي في أهلي جدة السعودي، والنجم أحمد حجازي ويست بروميتش، محمد النني الأرسنال، محمد صلاح النجم الكبير جدا ليفربول الإنجليزي، أحمد حسن كوكا سبورتنج براغا، عمر جابر بازل السويسري، محمود عبد المنعم كهرباء اتحاد جدة السعودي، وعمر جمال بيدفست الجنوب افريقي، محمود حسن تريزيجيه قاسم باشا. والله يا ما تريزيجيه انت تلعب في احسن نوادي في العالم، مش عارف بقى انت ايه المشكله تسويقيا ولا ايه المشكله، بس ان شاء الله مستنيينك في احسن نوادي في العالم. عمرو ورده، كريم حافظ ورمضان صبحي النجم الاهلاوي ستوك سيتي الانجليزي، وسام مرسي ويجن الانجليزي، وعمرو مرعي النجم الساحلي التونسي. كل التوفيق لكل اختيارات هيكتور كوبر. طيب اتحاد الكوره، تعالوا يا جماعه عشان اتحاد الكوره بيقول تسلمنا خطابا من الاولمبيه بالاستمرار حتى 2020. خلاص انت كده طالما يعني الموضوع كده خلاص. أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الاتحاد تسلم خطابا صباح اليوم من اللجنة الأولمبية المصرية يؤكد استمراره حتى نهاية الدورة الانتخابية. ماشي. وأوضح أبو الوفا أن الأولمبية أوضحت في خطابها أن الاتحاد سيستمر طالما تم توفيق أوضاعه، وبالتالي لن يتم الدعوة لانتخابات جديدة. صرف النظر أنا بدعم كل الدعم للاتحاد بتاعنا، بدعمه كل الدعم، لكن أنا بتكلم على نقطة أكيد حضراتكم فاهمينها، وما انا مش شايف ان اتحاد الكوره كان فيه اساسا يعني دوشه ان احنا نتكلم عليه. اتحاد الكوره ماشي كويس قوي، احنا ما شاء الله يعني ما شاء الله رايحين كاس عالم، وصلنا فاينل افريقيا بالرغم من تحفظي التام على مدير فني المنتخب الوطني، لكن اتحاد الكوره انا شايف ان هو ماشي بخطى ثابته، وكل التوفيق لاتحاد الكوره. انا بتكلم بس على تضارب الاخبار. مين؟ اه طبعا